حنروح هيك شوي لجرعة من النشاط والحيوية وفقرة رياضية، واليوم المصطلح هيك جميل يا ليلى تماما وغريب. يا رشا، رح روح لرياضة البادل اللي تعتبر أحد أنواع رياضات كرة المضرب وأصبحت واسعة الانتشار مؤخرا، لكنها بتختلف بعض الشيء عن رياضة التنس، حيث تلعب هاي الرياضة بشكل زوجي في ملعب مغلق أصغر من ملاعب التنس. اليوم رح نتعرف أكثر على هاي الرياضة وتاريخها مع ضيفنا اللي صار معنا بالاستوديو عمار السمان، عضو اللجنة المنظمة لبطولة البادل الأولى في سوريا. يسعد صباحك. سعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. صباح الخير أستاذ عمار، وأهلا وسهلا فيك. اليوم يعني عم نحكي عن الرياضة، بلشت الانتشار عنا بسوريا ولكن هي خلينا نقول عالميا ودوليا منتشرة وبشكل واسع، خلينا نعرف عليها أكثر، عن نشأتها أكثر، عن تاريخها. فعلا مثل ما تفضلتي أنسة، هي فعلا أحد الرياضات الأكثر انتشارا في العالم. هي كانت من 5 6 سنين ورجعت وقفت لأحد الأسباب، ما عاد انتشرت، رجعت هلأ من جديد سنتين ثلاثة، فعلا منتشرة كثير كثير. هي فيك تقولي رياضة ميكستشر، بين مزيج بين البادل والسكواش، لأنه هي مثل بين التنس والسكواش عفوا، لأنه هي نفس قواعد التنس، النقاط 15 30 40، فيها سيرف تقريبا نفس أنواع الطابات بفرق الضغط فقط لا غير. العامل المشترك مع السكواش أنه هي في بلور ورا، في 5 ألواح ورا اللاعبين، وعلى يمينه 2 وعلى يساره 2. فالطابة ممكن ترتد على هذا البلور بعد ما تدق بالأرض، ممكن هو اللاعب عم يدافع يضرب طابة على البلور مشان هو ترجع للخصم للفريق الآخر. يعني بشكل عام هي فيك تقولي مزيج مثل ما تفضلنا بين هالرياضتين، طلعت معنا رياضة هالبادل. خلينا نتعرف أكثر على أساسيات وقوانين هي اللعبة وأيضا القواعد. هلا هي بشكل عام دائما بتلعب 2 على 2، في منها فردي بس بيختلف مقاس مقاس الملعب. نفس ترتيب نقاط التنس بالضبط، الفريق المرسل لياخذ الجيم لازم يربح 15 30 40 في حال الافضليه بيربح الجيم، يلي بياخذ 6 جيوم هو بياخذ ست، يلي بياخذ 6 يعني من اصل 3 بيربح المباراه. بالضبط هي نفس قواعد التنس بالضبط، ولكن زوجي عم نقول اللاعبين 2 ب2، في منا فردي بس. هلا التنس لما بيلعبوا زوجي بيكبر الملعب، بياخذوا نقاط الاوت، بيصير لما تلعب 2 على 2 فبينحسب من ضمن الملعب. البادل نفس قياس الملعب 2 على 2، لما يكون فردي على الاغلب بيكون ملعب غير، بيكون ملعب مثل بس خط واحد، وهو يعني فيك تقولي 95% انتشار من الرياضه، وبشكل احترافي فقط 2 على 2. يعني يمكن الواحد على واحد عاملينها هيك للهواة، ما عندي فكره اذا صار في منها شيء بروفيشنال. طيب اليوم انتم مجموعه استهوتكم هي الرياضه ورحتوا يعني عم تحاولوا انكم تطوروا فيها وتسعوا لانتشارها، اليوم قديش يعني عندكم هذا الحلم او الهدف موجود ضمن اهدافكم؟ انت فعلا مثل ما تفضلتي كانت هي عباره عن هوايه، جربنا الرياضه فعلا حبيناها كثير حلوه. عندنا حلم صراحه، عندنا كثير مؤهلات، يعني اليوم لما نحن ننزل على الملعب نشوف شاب صغير عمره 14 15 سنه عم يلعب مع اشخاص عمرهم 28 30 سنه وعم بيربحهم، بتقولي انه نحن والله عندنا هالمقومات، ليش حتى نحن ما نطور بهالرياضه؟ عندنا كثير اسماء لمعت برياضه التنس هون بسوريا، صاروا عم بيلعبوا بادل وهن اساسا طالعين لبرا ومشاركين واخذين بطولات بدبي، طب نحن ليش ما يكون هذا الشيء باسم سوريا، يكون نحن في عندنا شيء رسمي لهالرياضه اللي فعلا نحن عندنا اشخاص كثير كثير لامعين فيها. هذا هو الحلم، نحن اول بطولة عم نعملها هيك بشكل محلي للهواة، يمكن الخطوة الثانية تكون على القطر اللي بعدها على الوطن العربي، ليش ما يكون على مستوى عالمي بإذن رب العالمين طالما نحن عندنا المؤهلات والمقومات. بتحس في جذب للناس على هي الرياضة؟ امبارح تفاجأنا بصراحة بالجمهور اللي كان واصل، نحن أول بطولة للرياضة أساسا مالها كثير لسه كثير منتشرة ومعروفة، كل اللي عندنا 3 4 ملاعب بالشام، كان المدرج كله مفلل على الأخير يعني، والجو كان اكثر من رائع بصراحه، كان الجو مفاجئ امبارح للجميع بصراحه، ما توقعنا هالاقبال يعني، بس الحمد لله بتوفيق رب العالمين. كان اعطوكم دافع اليوم هذا الحضور، فعلا اعطوكم دافع اليوم فعلا، يعني اليوم لما اي رياضه بيكون في لها جمهور فعلا عم بيدعمها، فعلا الاشخاص اللي عم بيشتغلوا على هذا الموضوع فعلا مثل ما تفضلت بحس بتشجيع، بحس بدافع انه لا نحن بدنا نعمل لسه شيء احسن يعني. ان شاء الله. إن شاء دائما بنعرف الرياضات لها اهميه دائما باللياقه البدنيه، تحكي لنا عن اهميه البادل من ناحيه اللياقه البدنيه. هلا الشيء الجميل برياضه البادل هن بصراحه عده نقاط غير الرياضه البدنيه. اول شيء هي رياضه تعتبر سهله نسبيا، يعني اذا بنقارنها بالتنس فالشخص بده شهور حتى يقدر يلعبها بشكل ممتاز، بينما البادل يمكن مره مرتين ثلاثه بيوصل بيقدر يلعبها بشكل جيد، يعني مو بالشكل انه هو عم بيقدر يلعب مثلا مع محترفين بس بيقدر يمارسها للرياضه.
هي كثير تعتبر تمارين كثير منيحه، بتعمل بتحرق كالوريز كثير منيح. والشيء الحلو كثير كثير بهالرياضه انه هي تجربه اجتماعيه فريده، لانه هن اربع اشخاص ملعب صغير، فبضل بيصير في بيناتهم حوارات، ويعني انت ما بتخيلي كميه الاشخاص اللي متعرفين عليهم بس هيك نروح للرياضه، بيروح بيلعب مع واحد مع حدا جديد ما بيعرفه، بصيروا اصدقاء واصحاب، وبصير بيناتهم العاب ومباريات. وهي مثل ما تفضلتي اللياقه البدنيه كثير منيحه كثير مفيده، لانه هي مثل موضوع الكارديو هيت، لانه هي فيها ركض ركض بعدين فيها وقفه، فيها ركض فيها وقفه، فهن دقات القلب بيرتفعوا كثير كثير بيرجعوا بينزلوا، فهذا الشيء بيحرق كثير، فهي تعتبر رياضه جيده جدا جدا. مشجع نقول الصبايا اليوم فعلا. واهم شيء انه اصاباتها كثير قليله، مو مثل بقيه الرياضات. يعني هي تعتبر الرياضه الاقل خطرا للاصابات. يعني فينا الواحد يكون عم يلعبها هو عم بيركض كثير، وفينا اذا عم يلعبها هيك مثلا يرجع، فينا تلعب بكذا طريقة فينا نقول الأشخاص اللي بيستهويهم أو هواة لعبة التنس هن أكثر الأشخاص اللي ممكن يندفعوا لهي الرياضة. هلأ اللي بيكون لاعب تنس فهو بيقدر يلعب الرياضة من أول مرة فورا، لأنه كونه كتير قريبة مع اختلاف المضارب طبعا، مضرب التنس أتقل أكبر، مضرب البادل أصغر، بقلبه غير حشوة، بس هي بشكل عام الطابات كتير قراب على بعض. فأي لاعبين التنس فينهم بإمكانهم من أول يمكن مباراة يصيروا يلعبوا بادل بشكل جيد جدا جدا. فهي عم تستهوي، في أشخاص ما عم تحب تقلب لأنه هي يعني غير كليا بالنسبة للتنس، في حد عنده إخلاص كامل للتنس، بس مثل ما تفضلت هنا فعلا عم تستجيب أكثر شيء. أنا كثير بعرف لاعبين ومواصلين لمستوى كثير منيح بالتنس قرروا يلعبوا بادل. طيب اليوم أستاذ عمار ما في خوف يعني من خلينا نقول من الأشخاص، ذكرت مصطلح الأشخاص اللي عندهم إخلاص جدا للتنس، يعني اليوم بانتشار البدل عن التنس وعالميا اليوم بلشت تنتشر؟ يعني بصراحة هي بلشت ومنتشرة كثير، نحن شوي تأخرت عنا يعني كونه هي الملاعب تبعاتها غريبة، بس فعلا مثل ما فضلتي هي عم تنتشر كثير. وحتى أحسابي يعني في لاعب اسمه جوكوفيتش، يعني هو من الأوائل عالميا، أبدى قلقه لهذا الموضوع، إنه هو شايف البادل يعني كثير عم تقطع مراحل، وخايف انه هي توصل على حساب التنس. واليوم هي رياضه ما ضل حدا من الاشخاص العالميه ما جربها ولعبها، بنشوف كثير فيديوهات مثلا ليونيل ميسي عم يجرب يلعب البادل، حتى رياضيين من غير رياضات لاعبين تنس بولينج كلهم عم يلعبوا هي الرياضه، لانه هي فعلا كثير كثير ممتعه. ومثل ما خبرتك ما بدها كثير وقت حتى واحد يقدر، ممكن فضول الواحد اليوم يجرب شيء جديد بحياته. هو هذا الباب اللي نحن بلشنا فيه، هو كان فعلا فضول. كان فاتح اول ملعب، وهذا الحكي من 9 شهور يعني، وكانت هي مجرد حدا عم يقول لي انه تفضل انزل جربها. يعني جربتها انا من انا وصغير رياضي، كثير بحب الرياضه، بلعب قدم كثير، جربتها والله وحبيتها، حتى ما عاد لعبت كره قدم، صرت عم بلعب بس بادل. يعني هي فعلا رياضه كثير كثير حلوه، بننصحكم شي مره تجربوها، فعلا الرياضه كثير كثير حلوه. طب باعتبار حضرتك عم تذكر انه جربتها وايضا انتشارها يعني عالميا انتشار الواسع، خلينا نحكي اكثر شو اللي بيميزها عن غيرها من الرياضات؟ شو اللي بيميزها من غيرها من الرياضات؟ هي لعبه سريعه، بدها رده فعل، بدها رده فعل كثير قويه، لانه الطابه لما ترتد على البلور بصير رده فعل غريبه، فلازم نحن نكون دائما مستعدين كيف ناخذ الطابه. ومثل ما خبرتك اللي بيميزها كمان هالتجربه الاجتماعيه اللي بقلب الملعب، فيها حماس كثير عالي، يعني أكلة الطابة ضربة قوية بدي لحق أطلع جيبها، حتى بالعالم المستويات العالمية الطابة بتطلع برات الملعب وبيركضوا اللعيبة بيجيبوها، فكمية التفاعل مع الجمهور كثير كثير يعني رائع. مثل ما خبرتك امبارح نحن على بطولة جديدة لأول مرة لهالرياضة، والجمهور كان متفاعل بشكل كثير 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 كبير، فهي رياضة فعلا فعلا كثير مميزة. اليوم أي لعبة فيها تحدي بتكون هيك محببة لأشخاص كثير بمجال الرياضة؟ اليوم بدنا نتشكرك نحن على حضورك، بنتمنى هيك نشوفكم فريق تمثلوا سوريا إن كان على الشكل المحلي أو الشكل الدولي، شكرا لحضورك أستاذ عمار. شكرا كثير أنسة، بنتمنى فعلا يصير هذا الشيء، شكرا كثير إن شاء الله يا رب، وشكرا كثير لك لحضورك معنا.